حابين برضه نسأل يعني مثلا يعني لو تلعب مثلا الأرجنتين وفرنسا لو يعينوا حاكم من فرنسا هل تتصور أنه راح يميل؟ لو نقول ممكن يقدر يميل؟ شوف حتى ما يميلش حتى ولو ما يميلش كاين شروط ندير قبل التعيين ما يميلش سيبوزون محمود كاين شروط دايرتها الفيفا قبل التعيين قبل التعيين راه يقول لك لا كانوا زوج من المنتخبات حياد الحاكم الحاكم يكون حياد ما يكونش في قاره ينتمي لها احد المنتخبين حسين راك تحضر حضرات راك حضرت لي حضرات في هذو انا خير خلالي انا بالنسبه لي حضرت لي على قصامه قلت لي الداوه باش يسكتوه واليوم راك قلت لي بلي الحاكم هذا باسكو يسكتوه اسمع والشرط انت بقى في ميزان ما قالكش الداوه زي قال لك ممكن يحتمل يحتمل ايه ما كاش وعطى احتمالات فرضيات ما عطالكش حاجه رسميه ما عطاليش حاجه رسميه ممكن هذا هو بما انه هو صرح ما نروحوش بعيد مونديال 1982 العالم كامل شاف باللي المانيا والنمسا تامروا على الجزائر العالم كامل تميز الفيفا ما شافتهاش شفتها خلاص واش داروا نزيد لك حاجه محمود تتعقل مليح مونديال 1978 اللي داتو الارجنتين هل كان مونديال عادي 78 ايه مثلا بدوش راح مقابله تاع البيرو الارجنتين تمكن انقلاب عسكري تذكر هذيك الامور احنا كان كل شيء من الارجنتين يعني ولكن نقول اليوم الاخطاء اليوم اللي قصات الفرق واللي خلات الفرق راحوا فينال سي لي فوت تكنيك مش الحكم شكرا يعطيك